نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الشيخ ربيع ما في أهل السنة والجماعة، كتب الشيخ ربيع كتب سنة وكتب تصحيح الاعتقاد. نعم يؤخذ العلم عن الشيخ ربيع الذي يحذر من كتبه في قلبه مرض. الشيخ ربيع هذه مدخلي من أهل العلم. صحيح. ونعم الرجل. نعم. صاحب عقيدة سلفية صحيحة. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عرفته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيخا من أكابر علماء الحديث. أنا همكم، أنا غمكم، أنا سقمكم، أنا سمكم في السر والإعلان.